مساء الخير جلالة، هذا المساء يتوجه إلى لبنان، هذا البلد الذي بغض النظر عن مشاكله الداخلية هو أيضا مؤشر لما يحصل في المنطقة، لما يحصل في سوريا، لما يحصل من صراع ومن تصالح بين السعودية وواشنطن، بين واشنطن وإيران. كل ذلك متوقف على مؤشرات تظهر في الساحة اللبنانية. نستقبل هذا المساء معالي وزير السياحة اللبناني أستاذ فادي عبود، أهلا بك. وعلى مناسبة كبرى في لبنان، في بريطانيا، ما زلت بين هلالين رغم كل الظروف اللبنانية تروج لمبدأ السياحة في لبنان. حتما. إلى أي مدى هذا تمرين سادي أو في شيء من المازوشية أيضا؟ شوف، بالواقع ربما هو في من السادية والمازوشية، ولكن يعني أنا وزير للسياحة وبالنتيجة هذا دوري أن ألعب وأن أروج للبنان، ولكن بالمقارنة يعني يوجد كثير من يعني إذا صح التعبير هيك، خاصة ببعض وسائل الإعلام ومنها وسائل إعلام عربية، تضخيم لمشاكل لبنان، والأرقام دائما أفصح من الكلام. طبعا ما رح أجي هون وقل لك أنا أنه الوضع الأمني بلبنان 100% على ما يرام، ولكن إذا قارنا بالأرقام، المشاكل لها علاقة بالأسلحة النارية، تجد أنه معدل هذه الحوادث في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر بكثير مما هي عليه في لبنان. طبعا إذا أخذنا مع الاعتبار الحجم بير كابيتا يعني، أو السرقات أو الاعتداءات أو الخطف أو حتى بالمقارنة مع بعض الدول الأوروبية، الخطف يعني بيوم واحد في أمريكا الجنوبية يوجد عمليات خطف أكثر من سنة من ما يحدث في خلال سنة في لبنان. طبعا يوجد مشاكل أمنية في لبنان ببعض المناطق اللبنانية، ولكن أعود وأذكر بأن الإعلام يضخم هذه المشاكل ويركز كثيرا، البعض ربما بالسياسة والبعض الآخر لأسباب أخرى، ولكن الوضع في لبنان مع أخذين معين الاعتبار كل المشاكل الأمنية ما زال معقول. معالي الوزير، في طبعا الاعلام هو الاعلام اللبناني الذي يتحدث عن مشاكل الامن في لبنان، يلتقط اكثر من العربية. اي شيء اخر هو الاعلام اللبناني، وبالتالي هم يتكلمون عن شيء حاصل في البلد. لكن في مرحله سابقه كان حتى اللبناني عندما يكون يريد ان يكون حذر، ان يتحدث عن اللبناني المغترب عندما يكون متردد في زياره لبنان، كان هناك سياحه خليجيه تخاطر وتعتبر الابر من عاديات الامور. صحيح. اختلف الوضع هذه المره. نعم اختلف الوضع، ولكن برأيي اختلف الوضع بالسياسي أكثر ما اختلف بالأمن. مثلا السواح العرب بأول 9 أشهر من السنة كانوا حوالي 300,000. طبعا السياحة الخليجية هي أقل تقريبا بحوالي 80% مما كانت عليه، ولكن يوجد دائما سياحة خليجية في لبنان. أما السياحة الأوروبية إلى لبنان فيها 340,000، فعادت الأرقام ربما إلى ما كانت عليه بالسبعينات والستينات من القرن الماضي عندما كان السائح الأوروبي هو السائح الأول في لبنان، ولكن السائح العراقي بمعدل حوالي 11-12,000 شهريا يدخل إلى لبنان، فأصبح السائح الأول في لبنان. الأردني والمصري بدون شك بين السواح، يعني بين اللبناني عفوا بين العراقي والأردني والمصري شهريا يفوق العدد 22-23 ألف. رغم أنه كان هناك يعني في ظروف موضوعية لها علاقة بالأمن والسياسي، لكن حضرتك معالي الوزير شنيت حملة مباشرة، اعتبرت أنه أزمة السياحة آتية من قرار سياسي من بعض الدول، تحدثت عن الإمارات أو غير ذلك. أزمة السياحة لا، مش لها الحد هذا. نحن كان في حديث عن موضوع معين في رأس السنة الماضية عندما كانت يعني الإمارات تذكر أسبوعيا بعدم يعني زيارة لبنان والمنع. كنت تعتبر أمر مش عادي، ليس عاديا؟ دولة الولايات المتحدة تحذر، دولة بريطانيا تحذر. عفوا، الولايات المتحدة تحذر على الإنترنت دوريا من زيارة لبنان أو بعض المناطق في لبنان. كذلك الأمر بالنسبة لبريطانيا والدول الأوروبية، ولكن يوجد يعني في بعض الأحيان كان موضوع تحذير الرعاية الخليجية من المجيء إلى لبنان وكأنه الخبز اليومي.
فيعني بعتقد انا كان في شويه هيك يعني تضخيم الامور. طبعا وقت اللي حكينا بكونفليكت اوف انترست يعني ما كان المقصود ابدا انه يعني لبنان اليوم يشكل تنافس حقيقي لاي بلد عربي وخاصه الامارات العربيه. نحن نكون لهم كل احترام ودائما نتوجه بمحبه وليس بتحدي. وهذا الموضوع يعني اخذ حجم اكبر من حجمه الطبيعي. طبعا زرت انا الامارات بعد هالموضوع واوضحنا كل انا يعني كصحفي بهمني جدا عندما الوزير فادي عبود يصرح يعلن، لكن قبل ذلك يفترض على المستوى الدبلوماسي ان هناك اتصالات جرت بين الحكومه اللبنانيه والامارات او السعوديه. هل كان هناك اجوبه سلبيه اضطرتكم الى ان تخرجوا الى الاعلام؟ نعم، يعني الاتصالات لم تكن بالمستوى المطلوب. الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص حتى اللبناني يعني كان على القطاع الخاص اللي بيتحرك بدون إذن من حدا، كان عليه أنه يتحرك باتجاه كل الخليج بوتيرة أسرع لتخفيف الاحتقان. شوف بكل بساطة، يعني ما حدا عم بيحكي شو كانت الغاية من مقاطعة لبنان. هل الغاية من مقاطعة لبنان مثلا نقول في 4 مليون بني آدم بلبنان، 2 مليون أقرب إلى وجهة النظر الخليجية لما يحدث في المنطقة، و2 مليون هن بعيدين عن وجهة النظر الخليج. هل بالمقاطعة 2 مليون اللي كانوا أقرب إلى وجهة النظر الخليجية زادوا؟ برأيك كان في مقاطعة، الموضوع مقاطعة سياسية وليس على يعني أجوبة رد على الموضوع الأمني بالطبع يفتح المجال للحديث عن المقاطعة، لأن الوضع الأمني بلبنان إلى حد ما ليس مستقرا 100%. أما الوضع الأمني في لبنان إذا أتى الخليجي إلى لبنان فحظوظ خطفه أو الاعتداء عليه أو ينطال بأي موضوع أمني بسيطة جدا، وقد تكون بعلم الإحصاء أقل مما هي عليه في لندن، بنيويورك، بتشيكاغو أو ببونس آيرس أو بساو باولو أو بريو دي جانيرو أو بلاغوس بنيجيريا، عرفت كيف، أو بالمالي، وهو ما لا يتكلم عنه الإعلام في هذه المنطقة تماما، لا يتكلم عنه. كل حوادث الخطف كما ذكرت ربما بالسنة كلها ما بيكون حوادث خطف أسبوع واحد بمكسيكو سيتي. خلينا نكون واقعيين بهذا الموضوع، يعني نعم التحذير ضروري، نعم الحكومات في الخليج يعني تأخذ هذا الموضوع بكل جدية، ولكن كان في بعض المغالات بالوصول إلى منع أو حتى الوصول إلى إفراغ بعض الطائرات والدخول يعني بالمواضيع الشخصية، شو رايحين تعملوا بلبنان، وفي يعني عرس كان بلبنان وصلوا إلى منع بعض دول الخليج رعاياها أنه تسافر إلى لبنان. انتهت هذه الأزمة بين مزدوجين إذا كانت تسمى أزمة؟ شوف بعتقد صار في وعي أكثر. أولا، هل الضغط الاقتصادي بين الإخوة هو الطريقة الأفضل لحل المشاكل؟ بعتقد ما حدا لازم يلجأ إلى ضغط اقتصادي. ما زلت ألمح أنه هذا كان إجراء عقابي. إجراء عقابي يمكن كلام قاسي، ولكن كان مود، كان هيك مود معين أنه اليوم يعني صارت الموضة مقاطعة لبنان، وأنه إذا قطعنا لبنان بيصير العدد الأكبر من اللبنانيين أقرب إلى وجهة النظر الخليجية بما يحدث في الشرق الأوسط. في الداخل وما نجحت النظرية. في نقاش كنا بهم النقاش اللبناني الداخلي وحتى مع فريقك السياسي، هل بدأ النقاش أنه يا أخي عندنا مصالح مع الخليج وفي لبنانيين عم يشتغلوا وموضوع السجلات هذه يعني مضر وممكن أساسا من قاعدتكم الشعبية تنطرح هيك أسئلة؟ شوف يعني بالواقع ولا كلام طلع من جونا السياسي، هو كلام تحدي، ولكن أنا إذا قلت يعني تأخر شروق الشمس بضعة ثواني فيتحول ببعض وسائل الإعلام اللبنانية تحديدا من الفريق السياسي الآخر بأنه هيدا تحدي، لأنه الوزير عبود قال أنه يمكن الشمس تأخرت بالشروق إلى آخره، يعني من مواضيع لا علاقة لها
بالواقع بالجو السياسي. بعتقد يعني في حكمة عند أغلبية حكومات الخليج أن لا تنجر وراء المناكفات السياسية الداخلية في لبنان. لا يوجد في لبنان حكومات يعني تحترم وتحب أهل الخليج وحكومات لا تحترم وتكره أهل الخليج. وهذه الصورة أنه حكومتنا هي بالواقع حكومة أقل صداقة إلى أهل الخليج صورة غير واقعية غير حقيقية. وبعتقد يعني بقدر هون أحكي بتجارب، بعتقد سعادة السفير السعودي والكويتي والقطري والإماراتي حتما بيعرفوا عن شو عم بحكي أنا، وبيعرفوا أنه نحن بنتعامل مع السائح، أولا السائح الخليجي ببيته منه ما بنعتبره غريب، وأي يعني مشكلة أو أي ضرر تتحرك كل يعني إمكانيات وزارة السياحة لحل أي إشكال مع أي سائح خليجي. وبعتقد التجارب يعني والسفراء بيحكوا بأصلهم يعني، وهذا موضوع مش صحيح أبدا الصورة أنه نحن ما منريد السائح الخليجي أو السائح الخليجي غير مرحب به، أو أنا أسعى إلى الاستغناء عن السوق الخليجي. كمان هذا كلام مبالغ فيه، بالطبع أنا أسعى إلى تعدد الأسواق ومصادر السواح إلى لبنان لأن هذا دوري، أنا رجل أعمال ما يعني دائما ما بفكر أنه بحط كل شيء بسلي وحدي يعني، كيف هذا واقع الأمر. ولكن أؤكد من هنا من لندن بالأسبوع اللي فيه الدبليو تي أم بالوالد ترافل ماركت ومن الأي أن بي اللي هي بتوصل إلى كل الشرق الأوسط، بكل وضوح وبكل صراحة السائح الخليجي مرحب به. السائح الخليجي هو وبازال ويجب أن يبقى السائح الأهم للبنان. الخليجيين بلبنان مش غرب، هن موجودين ببلدهم. قوانيننا نحن يعني لا نعامل بالمثل لما يتعلق بالفيزا أو تملك الأراضي أو أي شيء آخر بانفتاح كلي وكامل، ونتمنى أنه ما يخلوا حدا يقحمهم بمستنقعات السياسة اللبنانية. الكل يحترمهم والكل يحبهم، ومش صحيح أنه في مناطق بترفضهم ومناطق ما بترفضهم. بعتقد أن كتير بيعرفوا أنه كل بطرح ما كانوا بلبنان مؤهل بهم. وما بننسى نحن اللبنانيين مش من النوع اللي بيشرب من البير بكب في حجر يعني، ما بننسى أنه الخليج ما تعامل مع اللبنانيين لا بمذهبية ولا بطائفية. لبنان بكل طوائفه وبكل مذهبه موجود بدول الخليج ومحترم. معالي الوزير، بغض النظر عن ملف السياحة الذي سنتجاوزه، وسأتكلم معك بصفتك رجل سياسي في لبنان، انطلاقا من آخر حديث يعني آخر جملة تحدثت فيها حول علاقتنا بالخليج، هل هذه أيضا نتيجة مراجعة داخلية في فترة من الفترات؟ الوزير فادي عبود كان له يعني تصريحات مباشرة ضد دول خليجية معينة تمنع السياحة بمزدوجان. ضد كلمة كبيرة يمكن لكن يعني فسرت بهذا الاتجاه. جنرال عون أيضا كان له حملة على الأقل رأي شخصي في موضوع البحرين اللي هو موضوع له علاقة أيضا بموقف السعودية في الموضوع. بعد ذلك سمعنا بعلاقات جديدة أساسا مع السفير السعودي باتصالات، وبدأ الحديث عن زيارة قد يقوم بها أيضا جنرال عون السعودي إلى آخره. هل هذه نتيجة مراجعة جديدة أهمها شعار النقي بالنفس اللي هو شعار فضفاض، القول لكل لبنان أنه يمكن فرصتنا الوحيدة هو أن نبتعد عن مشاكل الإقليم؟ أولا أنا شخصيا لم أقاطع السفارة السعودية والسفير السعودي لأسبوع واحد، العكس هو الصحيح، وهذا شيء يعني بعتقد إذا سألته لسعادة السفير بيقلك. فبالتالي لا يعني مقاطعة بمعنى المقاطعة ما كان وارد لا عندي ولا بالتكتل كتكتل، ولكن ربما بالسياسة كان في نوع من الابتعاد، وهو البعد جفا بيقولوا مشاك هذا مثل لبناني. فبالتالي يعني ما كانت الزيارات على المستوى المطلوب، ونحن كتكتل السياسي يعني ما انه غايب عنا لا أهمية الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية، ولا نحن بنعتبر انه لبنان بيقدر يكون غريب عن 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 جيرانه، غريب طبعا بين هلالين. وبالتالي ربما يعني من ناحيتنا نحن ما سعينا قد ما لازم، ويمكن كان في احكام مسبقة من الفريق الاخر. نعم نحن مع الانفتاح، ونعم نحن نسعى
بدون أدنى شك إلى الوصول يعني إلى حكم في إلى الحكم في لبنان يعني بكل وضوح وبكل صراحة. وهذا الموضوع بيحتم علينا الانفتاح الدبلوماسي والانفتاح على 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 جيراننا بكل توجهاته. لكن هذا توجه جديد. لأن لا مش الانفتاح يعني على كل الناس يبعدك عن معسكرك الذي اخترته في فترة من الفترات. ما بعتقد أو قد يقال ذلك. ما بعتقد لأنه المعسكر اللي عم تحكي عنه في بعض الأحيان كان أقرب مما نحن كنا يعني نحن اليوم طريقتنا مش كتير قوية نحن بالبي آر. أوكي هلا عم بحكي أنا ككل كتكتل. طبعا في ناس عندهم انفتاح مثلي ومثل غيري يعني عم بقول لا نحن البي آر تبعنا لازم يكون موجود والسفير الأمريكي والسفير السعودي والسفير البريطاني والفرنسي لازم يكون احنا ويون على علاقة أسبوعية بيوتنا لازم تكون مفتوحة ومكاتبنا ووجودنا وإلا نحن بده نضل ننفهم غلط مثل يعني الحدث المهضومة صح التعبير يعني هي بما يتعلق بتصريحاتنا بالنسبة للنازحين السوريين يعني احنا اليوم أصبحنا الأكثر إذا بدك يعني انفتاحا بالنسبة للموضوع السوري ونحن اللي اتهمنا بالعنصرية ورجينا لقلنا أنه إذا استقبلناهم يعني بالعكس مش أنه مش عم نفيدهم عم نأذيهم باستقبالهم يعني ما فيك تستقبل ببيتك إنسان وتخليه يعيش حياة شبه كريمة إذا أنت مش قادر تطعم أولادك فبالعكس أنا قلنا ما بدنا نغشه والطرح الأخير اللي طرحه اللي كان له تكتل يعني الجرأة أنه يطرحه وهو المخيمات على الحدود السورية وطبعا يعني بالانفتاح الكامل من لبنان لكل المساعدات والخدمات صاروا الكلمة برين على صعيد فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والجميع والمضحك بالموضوع من اتهمنا بالعنصرية اليوم يتكلم عن وجود كم كبير من النازحين وعن عدم قدرة لبنان التعامل مع النزوح بتأسف انه بلبنان كل شيء يتحول الى هودي لعبة عض الصبيع السياسي وبالتالي اليوم الكل رجع على رأينا والاتهامات يعني بالعنصرية بعد الكلام عن الانفتاح والبي آر ليس فقط بين تكتلكم وبين الدول العربية وإقليمية حتى في الداخل كمان هذا كلام جديد الانفتاح على الآخرين لماذا الآن لماذا ليس من سنة من سنتين وخصوصا أنه الآن أسوأ من سنة من سنتين هل هناك قراءة للتكتل قراءة للوزير فادي عبود لما سيجري في سوريا خلينا نكون نحن يعني واقعيين هذا الفكر يعني بتعرف في أوقات يشار إلى التغيير وكأنه التغيير تهمة أنت بحركة سياسية التغيير كل ثانية التغيير كل ثانية ونحن نحاول أن نتعاطى مع هذا الموضوع بالمستوى المطلوب يعني ما بيصير نحن يكون عندنا موقف ما بنكون نحن يعني هيك يعني شرفاء إذا كان موقفنا من 10 سنين لليوم لم يتغير هذا الفكر يقول لك غير شال البندقية بالأمور الاستراتيجية نحن موقفنا واضح وصريح وضوح الشمس ولكن بالأمور التكتيكية على الطريق يجب أن نتغير يجب أن ننفتح أكثر يعني بلشنا بهاي الحكومة أنه هاي دي حكومة حزب الله عم شافوا أوقات في خلافات جذرية نحن وحزب الله بعدة مواضيع وآخرها بالتجديد لمجلس النواب والتجديد لقائد الجيش وغيره 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 من أمور مش مصيرية حتى من أمور صغيرة بمجلس الوزراء فبعدين تغيرت الغنية بطلنا حكومة حزب الله صرنا الحكومة مسيطر عليها فلان وفلان ومنعود أنه نحن بجونا كتكتل في حكم ديكتاتوري في عدم الحق بالكلام أو الاعتراض أو وهذا كلام بعيد كل البعد عن الواقع قد يكون ميشيل عون أكثر إنسان فيك تأخذ وتعطي معه حتى بأمور يمكن تعتبر مش هالقد مهمة يعني ولكن بيته مفتوح غرفة نومه مفتوحة للجميع لحوار لا ينقطع وبالطبع في كتير يعني بالتكتل بيعطوا رأيهم بهالموضوع إنه يعني مش إنه في فريق أقرب إلى الغرب منا نحن ونحن عقليتنا بعيدة عن الحرية والديمقراطية وال هذا كله بمهاترات السياسة اللبنانية نعم جوابا على سؤالك في حركة ضمنية من ضمن التكتل بتقول علينا الانفتاح أكثر خاصة على نحن منا مفهومين ماذا يعني الانفتاح أكثر؟ روح نزور بعض؟
مش بس نزور بعض، مش بس نزور بعض. طالما يعني تقول ان الثوابت هي ثوابت لديكم، الموضوع استراتيجي لم يتغير، بالتالي صحيح. انتم اساسا على خلاف مع الاخرين على هذه الثوابت. سيدي خلينا نحكي بالانفتاح مع حلفائنا، اوكي. في وثيقة تفاهم نحن وحزب الله، ما بعد 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 وثيقة التفاهم هل صار عندنا حركات كشفية مشتركة؟ هل نحن حياتنا مشتركة؟ هل عندنا مدارس مشتركة؟ هل فيك تفوت يعني على الحياة الداخلية؟ هل الزيارات بين الوزراء بين بعضهم من الفريقين حقيقة بالمستوى المطلوب وفي تفاعل مع الأرض بين بعضها؟ لا. وهيدي مشكلة كبيرة في لبنان، مش يعني لا تتناولنا نحن فقط، تتناول اليوم أصبح لبنان إذا بدك جزر مذهبية، وهيدي الجزر ما بقى يربطها ببعضها حتى الحلم، حتى الحلم عند الجيل الجديد تغير ذوقهم بالتياب وبالمنقوشة وبأحلامهم المستقبلية، هيدا أمر خطير. فنحن عم نقول اليوم الانفتاح مش بس على من هم أخصامنا في السياسة، حتى البعض منا مش راضي على الانفتاح على مع حلفائنا، لأن الانفتاح ظاهري صوري من فوق لم يتناول القاعدة. فنحن عم نقول إذا كان في أمل بمجتمع موحد بلبنان يجب أن يبدأ من المدارس ومن المجتمع ومن الحركات اللي عم لك إياهن. فهيدا الموضوع يعني مهم، ونحن عم نعيد حساباتنا مثل ما بنعيد حساباتنا كل يوم. أنتم في حركة استكشافية حاليا أم تحملون مشروع إلى الآخر؟ حتما نحمل مشروع للآخر، ونعم نحن عنا حل لبنان ما بعد الطائف. نحن عم نقول بكل وضوح بكل صراحة، أولا لم ينفذ الطائف، وقد تكون أحد أساسات الطائف هو موضوع اللامركزية، لم يتحقق منه أي شيء أبدا. من أما بالنسبة لموضوع الإصلاح اللي كمان اللامركزية مرتبطة إلى حد ما بالإصلاح، لم يتحقق أي شيء أبدا. إذا بدنا ناخد تصنيف لبنان من ناحية الشفافية ومن ناحية كل من يتعاطى بموضوع الفساد، يعني اليوم كل سنة عم نتراجع عن السنة اللي قبلها، ونحن عم نقول بدنا نبلش نفتش على معادلة فورمولا جديدة. الفورمولا تبع الطائف الحكم بثلاثة رؤوس، ولا رأس بيقدر يعني يكون عنده إذا بدك الكافي لأنه يحكم. بالتالي يعني كلامك يحضر إلى طائف آخر، إلى دستور آخر، إلى تطوير الطائف. حتما حتما أكثرية اللبنانيين. هل هناك خطوط عريضة لهذا الدستور الذي تحلمون به نوعا ما بتطمحون إليه؟ طبعا يعني نحن نعتقد أنه موضوع الإصلاح، يعني إذا بتنتبه اليوم بالزعامات السياسية بيقول لك أنا مضطر أني أنا هيك طهمز لأنه غيري يعني وقت الغيري بده يسيطر على المرفأ وبده يسيطر على المطار وبده يسيطر، انا بدي سيطر على الضمان وانا بدي سيطر على البترول وانا بدي سيطر على هاي وانا بدي سيطر على هاي. فبالتالي يعني نعم نحن نرى انه ربما اللامركزية الإدارية الموسعة، يعني اوقات انت بنص الماتش بتقول بدي هاف تايم بدون ادنى شك اذا استمر لبنان باللعبة اللي هلا نحن أو الفرقاء السياسيين عم بيلعبوها، طبعا ماشي لبنان نحو الدمار. اوعى تفكر بيضحكوا على العالم انه هيدا المجتمع اللي صارت التقسيمات فيه جذرية بهالشكل ما ممكن يولد مجتمع نظيف. فبالتالي نحن نسعى إلى لا مركزية، طبعا لا مركزية باتجاه الإصلاح وباتجاه رقابة وشفافية أكثر، مش لا مركزية بمعنى التقسيم السياسي ولا بأي شكل من الأشكال. وطبعا يعني هذا موضوع بده ساعات. طيب. إذا بدي أحكي معي الوزير، طبعا كل المشاريع يجب أن نكون واضحين كلها تأتي على وقع ما يجري في سوريا، بالتالي يبدو أن لكم وجهة نظر في هذا الموضوع أو تقييم. كل حال سأسألك حول الموضوع، نتوقف بس مع فاصل قصير نعود بعد وقت. سجلت في القسم الثاني لبنان علامات الصراع الإقليمي نقاش هذا المساء مع وزير السياحة اللبناني أستاذ فادي عبود. من خلال هذا العنوان، هل تشعر يوميا أنك مضطر أن تدفع ضريبة ما يجري في كل المنطقة من خلال إشارات تجري يوميا في المنطقة؟ بعل محسن، تباني، الخطف، مشكلة ضاحية. حتما حتما دون أدنى شك، وأصبحت اللعبة مفضوحة، يعني بس
يعني جبل محسن وباب التبانة بتعرف كل ليلة تراشق شو كلفتها؟ يعني بدون مبالغات بين 250,000 و 500,000 دولار يوميا مع فئة من الشعب اللبناني يعني وضع الاقتصادي صعب جدا يرثى له. فبالتالي نعم لبنان كان وما زال وإن شاء الله نقدر نوقف أنه هو إذا بدك يعني مسرح تصفية الحسابات، وإذا حدا شعر أنه طلع من اللعبة بالشرق الأوسط بفجر منطقة من لبنان والعكس هو الصحيح، ويكون في جيوش في لبنان تأخذ أوامرها من خارج لبنان كمان، هيدا موضوع غير مقبول. وهالشعور اللي وصفته نعم بشعر فيه كمسؤول وكمواطن لبناني يوميا، وبعتقد حان الوقت، وهذا من المواضيع اللي كنا عم نحكي فيها بالقسم الأول يلي نحن سنسعى إلى تغييرها. وبالتالي نحن ليش عم نقول أنه من يمثل الطائفة السنية هو الأقوى في الطائفة السنية ويمثل الطائفة الشيعية هو الأقوى، ولكن جرت العادة أنه اثنيناتهم بيتفقوا ليجيبوا الأضعف بالطائفة المسيحية لا يكون يعني منه قادر كتير يتحرك إلا بهالاتجاه والاتجاه. ونحن هذا موضوع زعجنا جارحنا مش بس زعجنا، وسنسعى. وبعتقد أكترية المسيحيين صاروا من رأينا بهذا الموضوع أنه يجب أن يتوقف هذا الموضوع، مش دائما نحن بدنا نجيب الرئيس الجمهورية المسيحي الراضين عنه الكل. طيب ليش ما منجيب نحن الرئيس المجلس النواب الشيعي الراضين عنه الشيعة ورئيس الحكومة راضين عنه السنة، وبس نجي على رئيس الجمهورية بده يكون راضين عنه الكل؟ فهيدي راضين عنه الكل يعني كل واحد بيكون عنده حصة فيه. فبالتالي يعني هيدا موضوع من المواضيع اللي نحن بنعتبر انه بدأ إعادة نظر. معالي الوزير، انا استمعت الى خطاب الجنرال عون حول مؤتمر المسيحيين الى اخره. هناك طبعا هم وهاجس عند المسيحيين حول ما يجري في المنطقة، ولكن ايضا هناك هاجس لدى المسيحيين حول دور هؤلاء المسيحيين. حضرتك عندما تتكلم انه السنة يأتون بالاقوى والشيعة يأتي بالاقوى، وكأنك تدعو طبعاً في لبنان، وكأنك تدعو أن يكون أيضاً يعني وكأنه هذه القاعدة التي ليست قاعدة مثالية في السياسة تريد أن تطبقها على المسيح الذي يفترض به أولاً اللبناني يرتبط بهذا المسيحي، قد لا يرتبط بآخرين لكن يرتبط كفكرة بهذا المسيحي، زائد دور المسيحي بصفته أيضاً ديموغرافياً أقل من الآخرين ليست بالقوة بما يمثله أيضا. وبالتالي لا أعرف إذا إلى أي مدى يجب أن ينطبق هذا الموضوع. يعني أعتبر أن السنة والشيعة يحتاجون إلى, 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 إلى والد، إلى حكم، وهذا قد لا يحتاج، قد يحتاج إلى إجماع، قد يحتاج إلى قبول به. لا أعرف إذا كان هذا بإمكانه. هناك طبعا اللي حكيت عنه، هناك قواعد القوة لدى السنة والشيعة، وكأنك تريد أن تطبق نفس الموضوع على موضوع المسيحي. أبداً. علماً أنه أنا بدي غير اللعبة عند أنه دور المسيحي هذا المطلوب. التغيير لا أعرف بأي طريقة، لأنه هكذا نفهم يعني من خطاب التكتل والتغيير. يعني انتبه. أولاً في فكري أنا كشخص، أنا علماني إلى أقصى حد، أنا ربيان بجو بعائلة سورية قومية اجتماعية بمعنى فكر أنطون سعادي. فأنا منفتح كليا على الآخر، مش منفتح بالقوة. يعني أنا إذا نعزمت على إفطار عند صديقي المسلم وأنا أكترية أصدقائي الشخصيين مش من طيفتي، أصدقائي الشخصيين، ما بروح مزعوج، عرفت كيف؟ ما بروح مزعوج، بعتبر هيدا الإفطار جزء من حضارتي، جزء من تاريخي، بيعبر عن أسمى ما يعبر عنه هالناس بالمشرق العربي. فبالتالي أنا فكري الشخصي ما بحكم على الإنسان لا من خلال شيعيته ولا سنيته ولا مسيحيته ولا مرونيته ولا أرثوذكسيته. أنا بحكم على الإنسان بارتباطه بهالأرض بهالمشرق هذا يلي هو مهد الحضارات وهو له الدور الأساسي. هيدا فكري الشخصي، ولكن هيدا بدي ترجمه أنا على الأرض. فبالتالي إذا منحط الإنجيل والقرآن الكريم، الإنجيل المقدس والقرآن الكريم، ليكون علاقتنا فيهم علاقة حميمة تربطنا مع ربنا، ولكن هل أنا ممكن
كقوم بالتفكير طبعا. هل ممكن أنا أقبل أنه أنت كمسلم بدك تيجي تتعشى عندي ببيتي وبك تفرض علي بقلب بيتي أني أنا على العشاء ما أشرب نبيد ببيتي؟ أنا مش هروح لعندك عبيتك حامل معي أني نبيد، لأن أنا بحترم لك عادتك وتقاليدك وبحترم لك ثقافتك ودينك. بس أنت بدك تيجي لعندي على بيتي إذا بدي أعزمك بدص بيتي. هذه الحالة حاليا تشرب الهيمنة على القرار المسيحي طبعا. فبالتالي للوصول لهيدا المواطن يلي ارتباطه بأرضه لا يمر من خلال دينه، ولكن حياته الحميمي وعلاقته مع ربه بتمر من خلال دينه، هيدا شيء بيحترمه وبيحترم الإيمان للأخير، لنوصل لهون. لأنه كل هيدي الأفكار يلي جربت أنه توصلنا لهون عطيتك عمره، رجعت اجت الحركات الدينية وقادتها مثل ما كنا نوقد بالعصر الجاهلي البنات، وقدت كل هيدي الأفكار يلي بدها توحد هالمجتمع وهيدي المنطقة على صعيد علماني وتترك العلاقة الدينية كعلاقة حميمي. فبالتالي نحن علينا بهذا الهاف تايم نجي نقول نحن اللبنانيين المسيحيين نحن ملح الأرض، وخليني يكون واضح بقناعاتي، ونحن قلنا دور أساسي بهالعشرة آلاف سنة الأخيرة اللي وصلتنا لهون. فنحن مش أهل زمة عند حدا، ولنا بزمة حدا، ولا ممكن نحن نقبل بهذا الموضوع. بس هذا خطاب انتخابي مع الوزير، هذا خطاب إلى أي مدى من يعتبر حاليا في لبنان أنا المسيحيين أهل زمة؟ هناك بالإمكانية أن نتحدث عن حقوق وإلى آخره، لكن كلام عن أهل زمة كلام شعبوي نوعا لا سيدي، مش كلام شعبوي أبدا. وبالتالي إذا بتشوف التعامل، في فريق قد يتعامل مع هالموضوع بطريقة أفضل من فريق آخر، ولكن التعامل مع هذا الموضوع بالعشرين سنة الأخيرة بعد انتهاء الحرب في لبنان منه بالمستوى المطلوب أبدا. يلي أخدين ياخدوا قادرين ياخدوا قرار مسيحي حر، من عطوا المجال أبدا لأنه يكونوا هن بمركز القوة. وكان دائما المرهون له الحظوظ الأفضل بالوصول. وهذا يعني فسر لي أنت شو بتقصد أو كيف ممكن يكون التعامل مع أهل زمة. يعني آخرة النهار القرار المسيحي الحر كليا هو يعبر عن الرأي المسيحي. فنحن اليوم خود مثلا إذا بدك، لكن هذه خلينا أعطيك وجهة نظر مسيحية داخلية، خلينا أعطيك مثل بسيط وواضح دايما. يعني ممكن الأشياء اللي صارت بتوضح أكثر. فجأة الفريقين بلبنان رضيوا بتأجيل الانتخابات بأكثر عمل، يعني ما في أي هيك يعني فسحة قانونية نهائيا باعتراف الجميع واعتراف الغرب لتأجيل الانتخابات، تعدي على الدستور، تعدي على القوانين، وقهر لأكثرية المسيحيين، قهر لأكثرية المسيحيين. وفريقين مختلفين كليا اتفقوا على التجديد لمجلس النواب بكل بساطة، اتفقوا بالتجديد لمجلس النواب. هيدا يعني بالنسبة لنا تصرف غير لائق بأقل ما في أني أوصفه. طيب معالي الوزير، تتكلم عن موضوع أساسي لكن يبدو حاليا تفصيلي أمام هذا الزلزال في المنطقة، هل لديكم قراءة أم لديكم أمنيات ودعوات؟ عندنا قراءة واضحة. الخلوة الأخيرة بدار القلعة حاولت أنه يكون عندنا يعني رؤية لبنانية، رؤية إقليمية، وخارطة الطريق لوين رايحين نحن بلبنان كلبنانيين أولا طبعا وكمسيحيين لوين رايحين. يعني كل اللي صار بالهود الخمس ست سنين، فيك تقلي المسيحيين شو أكلوا وشربوا من العراق ومن لصار فيهم هلأ؟ يعني أكثر فئة دفعت تمن كل اللي عم بيصير بالعراق والدخول الأمريكي إلى العراق هم المسيحيين. لا دفعوا المسيحيين دفعوا، لكن كل الناس دفعت أيضا. على راسي قلبي، بس المسيحيين اللي عم بيتركوا العراق بنسبة أكبر بكثير من أي فئة تاني. وهذا الموضوع طبعا كل عراقي وطني يرفض هذا الموضوع، وبكن كل احترام للمسيحيين بالعراق. ولكن الحركات التكفيرية مش انه هيدي يتيمة لا أب ولا أم لها أب ولها أم،
وهل الحركات والمدارس الفكرية اللي عممت هيدي الأفكار بالثلاثين سنة الأخيرة أنت أو مني أو عدوي؟ قراءتكم واضحة جدا إعلاميا حول موقفكم من الأصوليات وإلى آخره، لكن هل لديكم قراءة مستقبلية، استشراف، معلومات، معطيات تقول أن النظام السوري، سوريا البلد، الحكومي، الدولة، السيادي، الأراضي، هل لديكم معلومات تملي عليكم قرارات أو توجهات معينة؟ لا أعتقد أنه في عنا يعني أو رهانات، أو رهانات، رهانات تراهنون عالم. نحن لا نراهن اليوم بما يتعلق بسوريا، لا بحكم هذه الفئة ولا بحكم الفئة الأخرى، ونحن نعتقد بأنه الموضوع السوري حله مش سريع، حله مش سريع، ولكن القناعة اللي على أساسها نحن عم نشتغل وعم نخطط للمستقبل أنه ما في حدا ممكن أنه يرضى لا بالغرب ولا بالشرق ولا بروسيا ولا بأمريكا أنه يتحول المشرق العربي إلى حكم الأصوليات. وبالتالي نعتقد أنه راح بيكون في إعادة حسابات لنقدر نوصل ناس على مراكز القوة أكثر انفتاحا وديمقراطية، وهون بيجي دورنا. أما فيما يتعلق بلبنان فنحن نعيد حساباتنا بما يتعلق بالإصلاح والتغيير، يعني بعد تجربة بحكومة كان لنا فيها 10 وزراء، عرفت كيف، وبحكومات أخرى ما كان لنا فيها العدد الكافي، وقديش قدرنا وصلنا بمشوار الإصلاح والتغيير. مشوار الإصلاح والتغيير في لبنان مشوار صعب، ومشوار إذا ما قدرنا، دايما أنا بجرب شوف تجربة سنغافورية، لأن تجربة كتير مهمة. هالبلد صغير بين 100 كيلومتر مربع، مش بس أديان مختلفة، أثنيات مختلفة، صيني وهندي وماليزي، كيف ركبت هالبلد وصارت يعني اليوم أعلى بير كابيتا إنكم بالعالم هو هونيك. فهذا بيعطينا أمل لنفكر، تعالوا تنفكر سوا كيف بدنا نركب لبنان. تعالوا نفكر سوا، عدتوا بدير القلعة. أنا دائما يعني ألتفت إلى موضوع انفتاح التكتل التغيير والإصلاح للقوى الأخرى، ولا أعرف إذا كان هذا الانفتاح، يعني ذكرت لمحت بهالموضوع منذ قليل حول أنه بنروح منزوركم نشوف نتغدى نتعشى سوا، أم يا أخي بعد هاي التجربة بالوزارة، بعد هاي التجربة بتحالفنا مع 8 آذار، بعد ما يحصل في سوريا هناك دروس تملي علينا الانفتاح وبالتالي الاستماع للآخر، هل شعرت في ذلك في دار؟ حتما بالواقع شعرت بذلك الأكثرية مع الانفتاح والحوار ونسمع بعضنا. وبعدين أوكي المسيحي إذا شاعر أنه أهل زمة تزمت أكثر وتقوقع أكثر، في مقولة شهيرة أنه ما فيك تقل للدجاجة ما تخافي، هي ما بدها تخاف، عرفت كيف؟ فبالتالي بدون أدنى شك يعني نحن عم نعتبر أنه قد يكون الحوار الجدي حول كل هذه المواضيع هي الطريق الأفضل للوصول إلى نقاط مشتركة واقعية لبنانيين بين بعضه. ولكن نعم نحن نحاول رسم خارطة طريق جديدة. روح الجدل ما كانت، روح الجدل أثناء الخلوة، الهم الموجود، التطور اللي ما كان ينحكى من أسبوع، من سنتين أو ثلاثة أصبح ينحكى حاليا. نعم لك، يمكن أخذ المواضيع السياسية أخذت زخم أكثر من المواضيع الاقتصادية. أنا بالتكتل حصة الاقتصاد، يعني إذا صح الصورة، أنا بحصة الاقتصاد أنا كان بدي قرارات اقتصادية أكثر وأكثر، بالطبع يعني كان معي المجال، أعطيت رأيي بالموضوع وخلقت إذا بدك يعني حوار جديد نحو الإصلاحات الاقتصادية اللي يجب أن تفرض، يعني أو أقله لازم يكون إما وبيا هو التكتل. وقدمت يعني أنا برنامج متكامل حول هذا الموضوع، لأنه ليك الإصلاح والتغيير بده عدة عمل. يمكن إذا أنت ميكانيكي بتعرف شو هي العدة اللي بدك إياها، إذا كنت أنت بدك حقيقة تفوت بعملية الرشاوي والفساد وكل هذا بلبنان بدك عدة الإصلاح. اليوم صار في بحث بعدة الإصلاح، قدمت أنا ورقة وغيري كمان عم بيحكي بالموضوع، ونعم عم نطلب نحن أنه الاهتمام أكثر، مشاريع قوانين
بتصيب مباشرة المواضيع اللي احنا بنعتبرها هي عم بتكون عائق للإصلاح والتغيير. ولكن الانفتاح نعم بقلب التكتل، الأكثرية الساحقة اليوم عم تحكي نحن علينا فتح الحوار، علينا انه يسمعونا ونسمعون. طبعا هيدا لن يغير بقناعاتنا يلي نحن نعتبرها ريزونتات أساس وجودنا. لكن يعني هذا انفتاح شكلي؟ لا ألا يزعج فريق حلفائكم؟ ابدا. يعني اذا شفت احنا طالبين يعني موعد مع الجميع طبعا بجلسه مسؤولين بالتيار الوطني الحر ومسؤولين بتيار المستقبل راح تغير وجه التاريخ. لا بس ما هو يفترض إنسان يفترض هذا سياق، هذا مش مناسب تماما يسلم التم. يعني نحن بهذا الموضوع يعني بدنا يصير في قناعه عند عند الفريقين. اول شيء انه البعد جفا، وثاني شيء انه نحن ما مش انه يعني اذا قعدنا مع بعضنا بدنا ناكل بعضنا. ليك في نقطه كمان اساسيه، يعني انا صاحب فكره انه مش كل واحد منه بالتكتل يعني هو متهم او هو يعني شخص، مش نحن الاوادم وحدنا. هيدي الفكره كمان يعني اخذت وقت لنقدر صعبك انت انه مش نحن اوادم وحدنا بتيار المستقبل في كتير ناس اوادم وعند الاشتراكيه في كتير ناس اوادم، عند الكل يعني ما بدي استثني حدا. في كتير ناس اوادم، في كتير ناس عندهم شعور قومي، مش انه يلي هو منه معنا ضدنا. فهذا الموضوع بعتد الاكثريه اليوم بالتكتل صارت مقتنعه. ومثل ما بتعرف يعني الحزب التيار الوطني الحر ناشئ جديد، وهيدا المصيبة إذا ما بيتغير. المصيبة بتكون إذا كنا نحن عابدين نصوص كالكتبة والفرسيين. لا، هيدي حركة. طبعا أنا لا أنتمي إلى الحزب ولا أسمح، مش عم بحكي رأيي، مش عم بحكي كمسؤول يعني. هيدا الحزب اليوم مثل البنت عمرها 18 سنة. عرفت كيف؟ والشاب يعني نحن اليوم عم نكون شخصية، وبالواقع عم يعني عم ننمى لا نقدر ناخد خطنا الحقيقي. وما بنعتبر يعني ما بنطالب للإصلاح والتغيير بالمجتمع ونحجب الإصلاح والتغيير عن التكتل أو عن التيار الوطني الحر. بالعكس هذا حوار يومي. في استخدامت كلمة جميلة أنه التكتل بحاجة إلى أدوات. صح. أدوات التغيير، وتحدثت عن مشاريع قوانين إلى آخره. كل ذلك يحتاج إلى أدوات أساسية اسمها حكومة. حضرتك في حكومة مستقيلة، حكومة تصريف أعمال، تحتاج إلى مجلس نواب بين مزدوجين معطل. صحيح. وبالتالي هل تعتبر أن هذا تفصيل حتى الآن؟ لأن الصورة الأكبر أخطر من ذلك. بإمكاننا التعايش حتى إشعار آخر بحكومة تصريف أعمال وببرلمان معطل. يعني حتى التعايش ما بعرف إذا هي الكلمة الحقيقية. نحن اليوم عم نشتري وقت، عم نشتري وقت. بالطبع الحالة غير صحية حتما. اليوم انك انت تعيش بلد بحكومة مستقيلة باستحقاق انتخابة الرئاسة اللي اصبح على الابواب، ما ننسى هذا الاستحقاق المهم، ومجلس نواب معطل، يعني ما في اسوأ من هالتعطيل للديمقراطية. هيدا السبب الاساسي انه امكانية التعطيل اصبحت سالي بشكل بهالمعادلة اللي اخترعناها بالطائف. هيدا الشيء اللي بده يفرض علينا اليوم تعود نلاقي معادلة اخرى. اي رئيس من ثلاث رؤساء اليوم او اي حزب، هلا في 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 موضة جديدة انت نسيتها، ما بنعمل جلسة لموضوع النفط الا ما نتفق قبل. يعني احنا بطلنا ديمقراطية، احنا صرنا شورى. عرفت كيف؟ احنا صرنا شورى. لا خي، لا احنا ما لنا شورى. فهيدا بسموها التوافقية في يعني. بس انه هيدي التوافقية ما هي عملت طاولة مجلس وزراء تختلف وتكل واحد يعطي رأيه، وتيعرفوا ناسنا اللي انتخبونا واللي جابونا مطرح ما نحنا، يعرفوا موقف فلان شو موقف فلان شو. مش انه وراء الكواليس وبعتبة الليل بدنا نتفق، واذا اتفقنا بنطلع نعمل مجلس وزراء. في تعطيل للديمقراطية اكتر من هيك. فهيدا اكتر واكتر بيعطيك فكرة قديش نحنا بحاجة كمان بانفتاح وبسماع رأي الآخرين. بعتقد حتى من كان يعتبر أن الطائف مقدس من فريق 14 أدار صار على قناعة أنه ما في شيء مقدس.
في الإنجيل المقدس وفي القرآن في المقدس. في معلومات حول الموضوع. في سمعت كلام عنه. إيه طبعًا طبعًا يعني اليوم. إلى حد مراجعة الطائف. ما إيه ما في تابو بقى هذا التابو إنه في أشياء اليوم مقدسات بتفقين عليها ما بمسها حدا. في بعض المقدسات الجميع هيئتهم على قناعة فيها أقله ظاهريًا. انه نحن ما حدا جاي يعد نحن نص بنص لانه على قناعه انه هيدا الشيء هو الافضل للبلد. بس هودي نفسه من اسبوع السبت يمكن ايه مساء السبت او مساء الجمعه كان في احصاء على كل وزاره شو اخذت موظفين جدد. وزاره الزراعه يلي هي من حلفائنا ووزاره الصحه ووزاره الماليه وبثلاث وزارات كان معدل المسيحيين 10% وإن كان يعني كل هالوزارات هيدي عرفت كيف مع حلفائنا ومع الناس يلي هني جهارا بيقولوا نحن مع الفيفتي فيفتي ولكن عند التنفيذ 10% مسيحيين وبيقولوا لك إنه لا ما في مسيحيين يتوظفوا بوزارة المالية أو بوزارة الزراعة. مش صحيح هذا الكلام. فحبيت إني أكون صريح في بعض الأحيان إلى حد الوقاحة مقصودي هيدي لأنه إذا ما سمينا الأشياء بأسمائها رح نضل مستحيين ورح نضل اليوم بنسب هجرة مخيفة سيدي مخيفة. رجعنا على نسب هجرة تقارب ما كانت عليها الهجرة في سنين الحرب. فنحن أصبحنا أفضل مصنع في العالم لإنتاج شباب وبنات تعليم وتثقيف وتصديرهم. يجب أن يقف هذا الموضوع لأن الموضوع خطر. يجب أن يقف هذا الموضوع. منذ عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري انقسمت البلد إلى فريقين وكأنه الفريقان مقدسان. يعني لا تجري بغض النظر بس عن موقف وليد جنبلاط الذي يعني بين الوسط وبين يسار الوسط إلى آخره. هل حضرتكم في تكاتل التغيير تعتبرون أنه لا ليس قناة قدسية وبإمكانكم الانتقال أو انتقال غير إلى يعني بمعنى خلطة أخرى للبنان؟ أم من الآن حتى حل الموضوع السوري حضرتكم تعتبروا أنكم في المكان الصحيح؟ في المكان الصحيح في معسكركم في نفس اللي بما يتعلق برفض الأصوليات من أي جهة أتت. نحن لا نرفض الأصولية عند الفريق الآخر ونقبل بالأصولية في فريقنا. تكون هذا الموضوع واضح عند الجميع. نحن نحث الفريق اللي ننتمي له دائما الفريق السياسي يعني دائما انه هيدي الأصولية نحن بنعتبرها ولا ممكن توصلنا الى مجتمع يحترم الآخر. ومثل ما اعطيتك المثل يعني انا بدي اعيش في كأنك تلمح ان الفريق الآخر مع الأصوليات. لا ما هي الأصوليات أنواع سيدي. أصوليات أنواع. أي شخص يعتبر نفسه أنه أفضل من الآخر أي شخص يعتبر نفسه أفضل من الآخر صعب أنك أنت تبني أنت وياه مجتمع ويكون في الحقوق والواجبات عند الجميع هي نفسها. وهذا موضوع أساسي بالنسبة لنا نحن. هذا الموضوع ما في مش موضوع بحث. فبالتالي نحن بنرفض أي ظاهرة تعتبر انه في انسان بهالمجتمع افضل من انسان اخر يحق لهذا الانسان ما يحق لغير هذا الانسان. نحن هيدا شيء بنرفضه من اين ما اتى. فهذا الموضوع بده يكون اساس. وبالتالي يعني وقت اللي بدنا نبحث بالدستور الجديد وبالطائف الجديد او سميه ما شئت بده يكون هذا الموضوع اولا بجو كل إنسان قادر يعبر عن 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 أفكاره وبجو انفتاحي. وكنت قد طرحت فكرة يعني يمكن هذا الموضوع لازم نعمل مثل ما بيعمل الفاتيكان وقت اللي بده ينتخبوا البابا. يعني بعد جمعة مصير نجوعهم شوي شوي سكروا عليهم وجيبوا وما تعطيهم أكل وشرب كافي وشيل منهم كل وسائل الاتصال عرفت كيف وخلي يقعدوا شهر اثنين ثلاثة أربعة بس نوصل إلى معادلة ممكن إنها تنجح. المعادلة الحالية فاشلة. بهالفكرة السورية لي معالي الوزير أنهي البرنامج هذا المساء. لازم نحلم على طول مش هيك؟ حلم طبعا. أشكرك جزيل الشكر وأشكر حسن المتابعة. إلى اللقاء. شكرا معالي الوزير.